أي همة تلك؟ أي همة تلك التي تجد سنته صلى الله عليه وسلم مستقرا لديها، وترى منها حرصا عليها، وعملا بها، ودعوة إليها؟ إنها همة أعلاها الله بتوفيقه، ورشدها بهداه، وادخر لها أعظم الأجر والثواب. قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. رواه ابن ماجه.